كوكو لي ماميكسز، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. انا اليوم جيت بوصفه جديده اللي هي لاصوص بولونيز، اللي تقدروا تصايبوا بها جميع انواع المعجنات وترافقوا بها حتى الرز. هاد الوصفة غادي نحتاجو كولي ديال لي طوماط. دائما مع تيرموميكس وصفات ديال كوكي دو غادي ندخلو نكتبو الوصفة. غادي يعطينا المقادير وطريقة التحضير لأنهم تيم 5. هاد الوصفة غادي نحتاجو 80 غرام ديال البصلة، جوج دريس دروسة ديال التومة، 100 غرام ديال المطيشة يابسة، شوية الزعتر، شوية ديال إكليل الجبل اللي هو الغمارة، جوج وريقات ديال سيدنا موسى، معلقة كبيرة ديال كونسنتري طوماط، وكيلو ونص ديال المطيشة اللي تكون طايبة مقطعة على هذا الشكل بها بقشورها، معلقة صغيرة ديال الملحة، شوية ديال البزار، وبطبيعة الحال الزيت البلدية. بديو على بركة الله. نحلو لو بول، نديرو البصيلة، انا درت لي شالوت، جوج دروس ديال التومة، نزولو دوك الوريقات ديال الزعتر، نزيدو الرومارين حتى هو نحيدو له الوريقات، جوج وريقات ديال سيدنا موسى، 30 غرام ديال الزيت البلدية. نسدو لو بول، نزولو لو غوبلي دوزور، نخليو الكل يتشحر 5 ديال الدقائق على درجة حرارة 120 سرعة 1. من بعد غادي نزيدو المطيشة يابسة اللي انا قطعتها، معلقة كبيرة ديال الكونسنتري طوماط، وكيلو ديال المطيشة اللي نكونو قطعناها على هذا الشكل، مليحة، معلقة صغيرة ديال الملحة، شوية ديال البزار. نسدو ونسلكسيونيو 20 دقيقة على درجة حرارة 100 سرعة 1. نديرو لو باني كويسور الفوق باش ما يطرش داك الطرش ديك لاصوص على التيرموميكس. غادي نزولو ورق سيدنا موسى، نسدو، ديرو لو كوبلي دوزور، ونطحنو 30 ثانية سرعة 4، وحنا كنزيدو في السرعة حتى 8. غادي نزولو من البول نصف الكميه ديال لوكولي، نردوه ونزيدو نص كيلو اللي بقى من ديك المطيشه الطريه اللي كنا قطعناها، نسدو ونسلكسيونيو عاوتاني 30 ثانيه سرعه 8. صافي، ونزيدوها على الكميه ديال الكولي اللي كنا مخلينها على جنب، ونحركو بسباتول. ندوزو دابا لاصوص بولونيز. لا
هاد الوصفة غادي نحتاجو 550 غرام ديال الكفتة، 100 غرام ديال خيزو، ورقة ديال سيدنا موسى، واحد جدر ديال الكرافس، جوج دروس ديال التومة، 20 غرام ديال الزيت البلدية، شوية الملحة، شوية البزار، والكولي اللي صايبنا، 100 غرام ديال الحليب، شوية ديال السكر، 50 غرام ديال البصلة. نديو على بركة الله نحلو لو بول. غادي نديرو الدريس، جوج دروس ديال التومة، البصلة، خيزو، جدر ديال الكرافس، زويتة بلدية، نسدو، نسيليكسيونيو 5 ديال ثواني سرعة 5. غادي نهبطو الجنيبات سباتول، نسدو، نسيليكسيونيو 5 ديال الدقايق على درجة حرارة 120 سرعة كويير، يعني معلقة، ونزولو لو غوبلي دوزور. من بعد نزيدو الكفتة، ونسيليكسيونيو 5 ديال الدقايق على درجة حرارة 120 دائما سرعة كويير، يعني معلقة. نزيدو 100 غرام ديال الحليب، نسدو، 10 ديال الدقايق على درجة حرارة 100 سرعة كويير. On va racler les parois. غادي نزيدو 900 غرام من هذاك الكولي ديال ماتيشا ميزون اللي درناه، نزيدو مليحة، السكر، معلقة صغيرة ديال السكر، معلقة صغيرة ديال الملحة، شوية ديال البزار، ورقة ديال سيدنا موسى، نسدو، ونسيليكسيونيو 20 دقيقة على درجة حرارة 100 سرعة 1. دائما كنديرو لو باني كويسور الفوق باش نحافظو على الترموميكس ديالنا. لاصوص ديالنا وجدات هي هادي، انا درت اون صوص بيشاميل حيت كنت باغي ندير كانيلوني، عمرت بهم لي كانيلوني، ودرت من الفوق اون صوص بيشاميل، راه كاينه في ماكويزين او كوتيديان، غوسيت كلي موجوده. مبغيتش نطول عليكم في الفيديو. صافي درت فرماج من الفوق، دخلتو يطيب على درجة حرارة 180 حتى تكراتينا. وهذا الشكل النهائي ديال لي بات من بعد ما خرجوا من الفران. نقطع لكم واحد الطريف تشوفوه كيفاش داير، كيفاش جات من الداخل. خليت لكم الراحة، إلى اللقاء.